اللهم في النصف من شعبان لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مديونا إلا فرجته. اللهم في هذا اليوم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا من يعلم عدد مكائن البحار وعدد أوراق الأشجار وعدد نقاط الأمطار، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم إليك يلجأ الهارب، ومنك يلتمس الطالب، وعلى كرمك يعون التائب. هدبت عبادك بالتكرم وأنت أكرم الأكرمين، وأمرت بالعفو عبادك وأنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل لنا في هذا اليوم دعوة لا ترد، وبابا في الجنة لا يسد. اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم في يوم شعبان اغسل قلوبنا من أوجاعها، وألسنتنا من أقوالها، وأعيننا من خيانتها. اللهم في يوم شعبان ارزقنا فرحة تبكي العيون، وتزيل الهموم، وتمحي ما مضى من الغموم. اللهم إن كان ما أرجوه مستحيلا فأنت رب المستحيل، أنت رب المستحيل. اللهم إني أعوذ بك من عين تصيب القلب فتتعبه، وتصيب النجاح فتفشله، وتصيب العقل فتدمره. اللهم هب لي بيتا آمنا لا يتسرب سره، ولا ينفذ خيره، ولا يختفي بريقه، ولا يتسلل جفاء، ولا يثقل بلاء. واجعله يطعم الزوار ويحسن الجوار. اللهم صب عليه الخير صبا، ولا تجعل العيش فيه كدا، وأسعد من يسكنونه، واخذل من يكرهونه.